نروح بقى لاخبار الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي اللي تعادل امبارح سلبيا مع بتروجيت في المباراه الوديه اللي كنا قلنا لحضراتكم عليها. ده كان في ملعب التتش في اطار طبعا التحضير لمباراه طلائع الجيش المقرره ليها يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالاسكندريه في كاس السوبر المصري. المباراه الوديه شهدت تجربه زي ما بيتقال لبعض العناصر الشابه اللي كان مهم جدا ان هم يشاركوا. يعني احنا دايما بنقول عايزين عناصر جديده، عايزين نشوف المصنع بتاعنا بتاع الناشئين، عايزين نعرف ايه اللي بيحصل. فعندنا فعلا كوادر كتيره جدا، فحلو ان هم امبارح كان في عناصر شبابيه كتيره يعني بتشارك، وكمان عناصر عائده من الاصابه والاعاره وغيره، بجانب منح الفرص لبعض زي ما بتقول اللاعبين اللي ما شاركوش بشكل اساسي في المباريات كمان الاخيره. وحقق الجهاز الفني، لو هنروح بقى بقياده باتشو موسيماني هنا ونتكلم حقيقي، العديد من المكاسب الفنيه خلال هذه الوديه، وهنتكلم عن تفاصيل لهذه المباراه وكل حاجه هتهم حضراتكم، بس خلينا ناجلها شويه يعني للفقره مع كابتن صديق الجمال. طيب